السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غتشوفوا معايا طريقه تحضير تحليه صحيه بموزه وبالتمر بدون سكر، يعني سكرها سكر طبيعي، كتجي لذيذه، مكونات بسيطه، والاهم انها صحيه خصوصا في هذا الشهر الفضيل. فغادي يعني كتساعدنا على الصوم، كتخلينا ما كنحسوش بدك الجوع اللي كيكون اثناء الشكل رمضان. ديالها كيفاش كيجي؟ نتمنى من كل قلبي انكم تجربوها وتنال اعجابكم. قبل ما نبداو في المقادير، كنحب انني نشكركم على كل تعليقاتكم، كل دعواتكم، يا ربي يفرحكم كما فرحتوني. وغادي نذوق معكم، كتجي لذيذه في المذاق، فاكيد غادي تعجبكم الا جربتوها. وجربوها بالطريقه اللي غادي نعطيكم في الفيديو باش تحافظ هاد التحليه على القيم الغذائيه ديالها. بسم الله. بالنسبه للمكونات، كنحتاجو اولا حبه واحده من الموز اللي الحجم ديالها متوسط، وعندنا 10 قطع من التمر. اذا كما شفتوا معايا، التمر اللي استعملته كيكون من هذا الحجم. طبعا التمر راه مغسول جيدا، غادي نزولوا ليه النواه او العظام ديالهم. وبالنسبه لهاد العظام فطبعا ما غاديش ترميوهم، هاد العظام كنستغلوهم في بزاف ديال الاشياء اللي كتفيدنا في الصحه ديالنا. كنحمروهم في الفرن، كنعملوهم مع زيت الزيتون، كنعملوهم مع الشعر، كيساعدوا في تقويه الشعر. كذلك كيطحنوا، كيعملوهم مع الكحول اللي كنكحلوا به اولا اللي كنكحلوا به العينين. ويستحسن انكم تستعملوا التمر اللي كيكون من هذا النوع، يعني التمر اللي كيكون معجن، شفتوا معايا، ماشي هذاك القاصح. داك القاصح تفادوه، ما تستعملوش، ها هو كيكون رطب. ومن بعد كنحتاجو نصف لتر من الحليب وعلبه واحده من الفلون. بالنسبه للفلون المستعمل هنا، فلون بالكراميل او بالنكهه ديال الكراميل. الاخوات اللي في الدول العربيه، الا ما كانش يتوفر عندكم هذا الفلون، غادي تعوضوه بالكريم كراميل. اذا هنا استعملت هذه العلبه الصغيره اللي عاده كتكون بدون سكر، يعني هاد التحليه بدون سكر، فيها السكر الطبيعي اللي هو سكر التمر فقط. وعندنا هنايا، الا بغيتوا تستعملوا هذه العلبه الكبيره مثلا اللي كانت توفره عندكم، خذوا بعين الاعتبار ان راه فيها السكر. الا ضفتوا السكر ديال التمر كذلك، غادي تجي التحليه المذاق ديالها مسكر بزاف. لذلك يستحسن تستعملوا هذه باش كنحصلوا على تحليه صحيه. وهنايا عندنا مقدار ديال ملعقه من الزنجلان او السمسم، ها هو السمسم. كذلك عنده فوائد صحيه عديده عديده عديده. كتستعملوا سواء الزنجلان او السمسم، تستعملوا اللوز الا كان متوفر عندكم، او لا تستعملوا كذلك القرقاع او لا الجوز، يعني اي حاجه من المتكسرات او لا اي مكون منهم ممكن تستعملوه. انا هنا غنستعمل السمسم، كذلك كيجي ممتاز في الطعم ديالو، كيتواتى مع الطعم ديال هاد المكونات. غادي ندوزوا الان على بركه الله، هنايا غادي نوضعوا هاد المكونات جانبا. اول خطوه غنديروها هي غادي نجيبوا الخلاط الكهربائي. يستحسن ان يكون عندكم هذا النوع، الا ما كانش كيتوفر عندكم ممكن تستعملوا الخلاط الاخر، يعني الخلاط العادي اللي كيكون الكاس، غير الا ما توفرش عندكم هذا. لكن دائما انا كنفضل استعمال هذا لانه كيبقى عملي اكثر. اولا على بركه الله غادي نوضعوا فيه التمر، وغادي نضيفوا ليه الحبه ديال الموز. كذلك هذه الحبه غادي نقطعوها الى دوائر بهذا الشكل. ومن بعد غادي نجيبوا السمسم او الزنجلان او اللوز او القرقع اللي كيتوفر عندكم. كناخذوا ملعقه كبيره ممتلئه جيدا، نضيفوها عليهم. وغادي ناخذوا الحليب، وبالنسبه لهذا الحليب فغادي ناخذوا منه فقط واحد الكميه اللي هي قليله، يعني هاد المكونات اللي غادي نعملو هنا ما غاديش نطيبوهم على النار. الا طيبتوهم على النار كيفقدوا الفوائد ديالهم، كذلك كيتغير لينا الطعم ديال الموز. لذلك خصنا نحافظوا على الطعم ديال الموز. غادي نضيفو هنايا واحد الكميه قليله من الحليب فقط، فين غادي نطحنو مقدار ديال واحد ربع كاس، وغادي نطحنو هاد المكونات مع بعضها حتى كتولي عندنا مثل العجينه. بسم الله. شفتوا معايا
معايا كيفاش كيولي اللون ديال الخليط. ها هو غادي نخليوه جانبا، كنخليوه في الخلاط، يعني غادي نحتاجوه مازال في الخلاط، وغادي نمرو كنجيبو الحليب المتبقي. تقريبا راه بقى نصف لتر لاننا استعملنا منه واحد الكميه اللي هي قليله جدا جدا، مقدار ديال ربع كاس. وغادي نضيفو ليه هذه العلبه ديال الكريم كراميل، بسم الله على بركه الله، اولا الفلون بالنسبه للكريم كراميل الاسم ديالو في الدول العربيه. كما ذكرت هذا الوزن ديالو، اذا شفنا هنايا هذا اللي عندنا الوزن ديالو تقريبا، اذا هنا 2 غرام ونصف، شفتوها معايا، يعني الصغير اللي كيكون بدون سكر. هذاك اللي كيكون بالسكر فراه كيكون الوزن ديالو 50 غرام لانه بالسكر فقط، لان يعني ضيفين ليه السكر لذلك كيوزن بزاف. هذا الفلون عاده راه كيتوضع في نصف لتر من الحليب. انا كنشرح للاخوات اللي ما كاينينش يعني في المغرب، الاخوات اللي كاينين في الجزائر او الدول العربيه، باش يعرفوا اشنو غادي يستعملوا. وهنايا بسم الله غادي نحركوا هذا الفلون جيدا مع الحليب. عملت هنايا النار اللي كتكون متوسطه، غادي نعملوا عليها الفلون وغادي نستمروا في التحريك، يعني من حين لاخر نحركوا حتى كيوصل لدرجه الغليان. ملي كتلاحظوا انه غلى وصل درجه الغليان تخليه واحد المده ديال دقيقتين دائما مع التحريك باش ما يلتصقش لينا مع الاسفل ديال الاناء، ومن بعد غادي نطفيوا عليه النار. اذا كما شفتوا معايا ها هو بعد ما وصل درجة ديال الغليان، يعني راه كيطلع بحال الحليب العادي. الان في نفس الوقت هنا كنت نوجد هاد، ممكن تعملوا كؤوس، ممكن تعملوا اي شيء. انا عملت هاد زليفات صغار اللي غادي نعمل فيهم التحليه، غادي نخليهم هنا جانبا وكنرجعوا الخلاط ديالنا. او لا ممكن قلت لكم تعملوا الخلاط الاخر، راه نفس الشيء، لان العديد من الاخوات كيسولوني واش ممكن نعمل الخلاط العادي. طبعا ممكن، راه نفس الشيء، يعني نفس الخدمه كيديروا، كنضيفوا ليهم هذا الخليط وكنعاودوا نخلطوا معاهم. هنايا بعد ما نساجموا جيدا مع بعضهم، بسم الله غادي نجيبوا كؤوس اولا القوالب اللي غادي تعملوا فيهم التحليه، وغادي نصبوا فيهم هذا الخليط وهو ساخن، ما تخليوش حتى يبرد لانه غادي يجمد لكم في الوسط ديال الخلاط اولا هذا الخلاط الكهربائي. كما قلت لكم انا عملت هادو للحجم ديالهم صغير، غادي نملئهم يعني جميعا، والخليط اللي تبقى ليا غادي نعمله في كؤوس. الان غادي نخليهم هنايا، غير هنايا يعني خارج غير في المطبخ، حتى كنلاحظوا بانهم خداو درجه حراره المطبخ، ما بقاش كيتصاعد منهم البخار، ومن بعد غادي ندخلوهم للثلاجه باش كيبردوا. هنايا من بعد ما تماسكت لينا التحليه ديالنا كما شفتوا، ها هي كتولي هكا متماسكه، شفتوا. الان غادي نجيبوا موزه، هذا التزيين اللي كيبقى اختياري، كنقطعوها غادي نزينوهم هكا بالموز. ومن بعد غادي نحتاج لهاد لي سيكار، ها هما اللي كيتباعوا جاهزين عند البقال، غادي ناخذها. بسم الله غادي نحاولوا اننا نقسموها، غادي نقسمها الى نصفين، غادي نزين بها هكا بهذا الشكل. اذا متابعينا الكرام كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا، كتجي لذيذه مكوناتها بسيطه، والاهم انها سريعه التحضير وصحيه.
كنتمنى من كل قلبي انها تنال اعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعه، شكرا على كل دعواتكم، كل تعليقاتكم اللي كتفرحني بزاف، الله يفرحكم انتم كذلك. ونخليكم الان ونتلاقاو في فيديو قادم وفي وصفه جديده ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.